للمزيد حول انهيار منظومة التعليم في العراق وانتشار ظاهرة الاعتداء على المعلمين ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، بداية مرحبا بك. المبنى، المنهج، المعلم هي أضلاع ثلاثة، ثلاثة أضلاع لمثلث التعليم في المجمل. إلى أي مدى ترى أن أضلاع المثلث متساوية، متساوية الاهتمام لدى الحكومة في بغداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين وللعاملين عليها. القضية التعليمية والمنهاج، الأركان العملية التعليمية في العراق تعرضت بشكل ممنهج إلى التخريب والتخريب المتعمد. يعني هناك تخريب نتيجة الإهمال يمكن إصلاحه، ولكن إذا كان التخريب متعمد وممنهج فهذه هي الحقيقة الخطورة التي تحدثنا عنها منذ البداية، وقلنا أن التخريب يشمل تخريب الحاضر والمستقبل. نحن نعلم بأن التعليم في أي بلد هو ركيزة من ركائز التنمية البشرية والتطور الحضاري والثقافي والاقتصادي للبلد، فبالتالي استهداف التعليم هو ركيزة من ركائز الاحتلال وركيزة من ركائز المشروع الذي استهدف التعليم بالعراق حتى قبل الاحتلال. يعني نحن قبل الاحتلال استهدفت العملية التعليمية بنتيجة الحصار ونتيجة ما أهل إليه الأمر، ولكن بقت العملية التعليمية والتربوية مرتبطة بالمنظومة الإخلاقية للمجتمع ومرتبطة بقانون الدولة. هيبة الدولة كانت تفرض، وكان التعليم الزامي على الكل، وكانت المناهج مدروسة، المنهج كان مدروس وكان يمحص، وكان هناك لجان تقوم بتقويم المناهج كل 5 سنوات. وهذا الكلام ليس من باب الدعاية، وإنما هناك تقارير لمنظمة اليونسكو تشير إلى ذلك. القضية الآن ماذا يحصل؟ أولا المعلم الذي قيل أنه الشاعر قال عنه: قم للمعلم وفي التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. وكيف أنت تهين الركن الأساسي المعلم؟ أنا حقيقة يعني هذا الكلام جارح ومؤذي ومؤلم، لأنه احنا عشنا في أجيال عندما نرى المعلم نقبل يده، لأنه من علمني حرفا ملكني حرا، كيف يتم التجاوز عليه؟ إذا هناك استهداف منظم، لأنه عدد المعلمين أقل، كفاءة المعلمين تعرضوا للإهانة وللضرب وللتهجير وللقتل وإلى آخره، إضافة إلى أنه الآن الاستهزاء بهذه الشريحة التي هي تبني المجتمع. الركن الثاني اللي هو ماذا يتوفر للطالب، ماذا يتوفر للطالب اللي يذهب إلى المدرسة في مدرسة طينية أو إلى آخره، الرحال، الأبنية المتهرئة، الزجاج. 1775 مدرسة آيلة للسقوط و 820 مدرسة طينية وكرفانية في بلد يطفو على بحر من النفط. يعني ما هي الأطراف التي يعني تقف وراء محاولة تجهيل الجيل، تجهيل الأجيال القادمة، محاولة يعني عدم النهضة التعليمية وعدم دعم النظام التعليمي؟ هل هناك جهات معينة تقف وراء هذا الأمر، أم أن الأمر جاء صدفة على مدى 20 عام بعد الاحتلال؟ لا، العملية مقصودة ومقصودة بشكل منظم، والأحزاب التي أتت بعد الاحتلال هدفها الأساسي تنفيذ المشروع الذي كان يستهدف النهضة العلمية في العراق، وهذا غير مخفي، ولكن هم عملوا عليه ونفذوه بشكل حقيقة أكثر مما مخطط له، لأنه القيادة الجاهد أسهل من قيادة الشعب المثقف الواعي. هذا جانب. الجانب الثاني كيف عملوا على تخريب العملية التعليمية؟ أولا من خلال الإهمال المتعمد للمدارس، السرقات في بناء المدارس، الاثنين المنهج الذي يعد وإعادة المناهج وما إلى ذلك ارتبطت بالعملية المحاصصة والطائفية والمذهبية وما إلى ذلك، التدخل الميليشياوي وتدخل المعممين على المدارس وكيف يقومون بتخريب
الذهنية للطالب، أصبحت العملية التربوية عملية مستهدفة من قبل أحزاب السلطة، فبالتالي كل حزب بما لديهم فرحون، كل من يغني على لا إله، الدولة غائبة تماما، لا يوجد لدينا دولة خاصة في هذا المجال بشكل واضح، أنه تفرض الإجابات والتزوير وتزوير الشهادات. طيب، إذا كان لدينا القائمين على العملية السياسية هم مزوري الشهادات وشهاداتهم مزورة، تعتقد هؤلاء يقومون على العملية التربوية؟ طيب دكتور، يعني المنهج التعليمي يصاحبه منهج تربوي بالضرورة. عندما نرى أن ظاهرة الاعتداء على المعلم يعني انتشرت بشكل واسع في مدارس العراق، أين الخلل برأيك؟ الخلل أنه أنت تتسلط الجاهل على العالم. أخي، هذا هو المشروع الأمريكي الإيراني في العراق، تسلط الجهل على علماء العراق الذين هجروهم منذ من أساتذة الجامعات نزولا إلى أدنى حلقة من حلقات التربية والتعليم في العراق. عندما يقوم وزير التربية بنعت المعلمين بالحمير أجلهم الله، هذا هو المنهج التخريبي الذي يستهدف هذه الفئة، لأنه العملية عملية بشعة جدا. عندما تجد أن المعلم لا يحترم والبيئة غير صالحة والمنهج غير صالح، صار عندنا 7 مليون متسرب خارج المدارس، 7 مليون أمي، هؤلاء سهل تشغيلهم في كل مجالات التخريب والإرهاب والميليشيات، وتشغيلهم بأمور خارجة عن الهدف الأساسي لوجود العمر الفاعل. نحن العمر الفاعل بكل دول العالم هو ما بين العشرين، يعني من عمر 15 إلى عمر ال 35 إلى 40 سنة. لا، هذا العمر الإنتاجي الذي وعمر البناء. إذا كان الجيل الشباب الآن 7 مليون أمي، فتخيل أنت ومستقبل الأجيال الأخرى من العملية التربوية الفاشلة، هذا تخريب، يعني حقيقة تخريب يجب أنه يشخص ويجب أنه يهتم به إعلاميا، ونهتم بهذا الجانب، لأن هذا الجانب هو ليس للجيل للناس الذي يعيشون بالعراق بالوقت الحاضر، إنما مستقبل بلد بأكمله، ماذا يريدون أن يوصلوه إلى أين؟ لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا تعليم. يعني شكراً. العملية كلها متكاملة، هناك مشروع تخريبي في البلد شمل كل قطاعات الحياة، ولكن نحن نتحدث عن جيل ظلم. حقيقة هذا ظلم متعمد لهذا الجيل لأبنائنا والذين لم يتلقوا التعليم بشكل صحيح، المدارس مهدمة، لم تبنى المدارس بشكل صحيح، المنهج أصابه كثير من الشلل ومن الخلل ومن الشتم والطائفية، ودخلت مفاهيم غريبة على المجتمع العراقي نتيجة التخلف من يقومون على العملية التربوية وتطوير التربية في العراق. شكرا جزيلا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدنيمي، شكرا جزيلا لك.